السنة تزوجوا ناس من أخواننا كثير، والسنة اللي فاتت كان أول شخص يبداه ويفتح لنا الباب كان زواج عزوز، وما شاء الله عزوز ربي رزقه وجاه ولد وسمى عمر والعائلة تكبر. ثم تشجعوا الشباب وبدوا يتحمسون وأعلن روب عن زواجه، وبالفعل قبل أسبوعين كان زواج أخونا روب محمد الدوسري الله يبارك له، والآن طبعا في الوقت الحالي هو في شهر العسل. وبعد روب بأربع أيام جاء اللي بعده ما شاء الله تبارك الله، وكان دراكولا أبو تركي. ولكن السنة هذه راح تكون سنة انفجارية، وراح يكون في أكثر من 4 صناع محتوى راح يتزوجون، ومن أكبر وأقدم صناع المحتوى، وبإذن الله نحن نفرح لهم كلنا مع بعض. في هذا المقطع عزيزي المشاهد، بإذن اللي ما تنام عينه راح نضمن أن إحنا في نهاية المقطع أو نهاية 24 ساعة اللي راح تبدأ لكم بعد قليل، أن إحنا راح نقفل تكاليف زواج واحد من صناع المحتوى. ما بتكلم الآن بالكامل من الألف للياء، شلون يا أحمد؟ إيش السالفة؟ شونكس بونج عاد إلى اليوتيوب أعزائي المشاهدين إخواني الكرام، عدنا مرة أخرى عودا بإذن الله، إنكم راح تشوفون المحتوى من العيار الثقيل كتمة. بعد انقطاع استمر لمدة شهر، ولكن أبيك تعرف عزيزي المشاهد إن إحنا ما انقطعنا عنكم شهر كامل إلا لتجهيز مادة دسمة، مادة ثقيلة، واللي متابعين في المباشر وبتويتر يدرون إحنا ليش غبنا. أبي أطلب منكم طلب إخواني، ركزوا معي زين، ما بقالنا إلا أقل من 100,000 على 14 مليون. في ناس جدد توهم الآن يتابعوني، وفي ناس من زمان يتابعون بس مو مشتركين. أبي منك طلب واحد في الأثناء هذه، عطنا ضغطة اشتراك أنا أكون شاكر. في المقطع هذا راح نشرح الآن فكرة المقطع بالكامل، وندخل بالتفاصيل ونفهم إيش عندنا، وبإذن الله تعالى نحن نحقق اللي براسنا. إن شاء الله أنك سويت الاشتراك وضغطت لايك، وبإذن الله أنك ما نسيتني، ونسمي بالله نبدأ مقطعنا. سنعود بعد قليل. الصيف جاء، وشيئين قالوا يا ابو حميد لاول مره 20% تخفيض اذا استخدمت كودي XXB20 على اي منتج تبغاه، وبعطيكم بعض الامثله السريعه. التيشيرت اللي انا لابسه والسروال هذا 43 ريال وهذا ب 61 ريال، يعني تقريبا طقم كامل ما يتعدى 100 ريال، وتقدر تستخدم فوقه كود XXB20 يعطيك فوق التخفيضات اللي عنده بتخفيض زياده والاطقم كثيره. باقي ما خلصت يا استاذي، ما خلصت، روح اصبر يا برق الله يرحم والديك. مثال ثاني عزيزي المشاهد، الشورت اللي انا لابسه هذا ب 29 ريال، ولو تستخدم XXB20 بيعطيك فوق التخفيض تخفيض. الملابس كثيره، وما ودي صراحه المقطع كله تبديل ملابس، انواع واشكال، معروف شين يا اخوان، مو بس ملابس، شين يا جماعه عالم متكامل، كل شيء تحتاجه، ملابس، اكسسوارات، رجاليه، نسائيه، اطفال، احذيه، كل شيء، واسعارهم يا جماعه تصدم. يعني زي هذا التيشيرت مثلا سعره 26 ريال، والتيشيرت اللي لبسته اول واحد وريتكم اياه 30 ريال، وبرضه الشورت اللي انا لابسه الان 29 ريال، وبحط لكم الروابط كلها تحت بالوصف، واكيد اذا حطيت الكود حقي SXB20 راح اعطيك 20% تخفيض، وترى تخفيض المره هذه اعلى من تخفيض المره اللي فاتت، عندكم لين تاريخ 17 جون خذوا لكم فره وبتحصلون كل شيء في موقع واحد، سواء اكسسوارات، ملابس، اشياء للنادي، حتى لو بغيت لستبك تلقاها موجوده، والرابط تحت بالوصف بيوصل لك وين ما كنت. رابط تحت، عليكم بالعافية. أما الآن نستكمل فقرتنا، عدنا. طيب إيش السالفة يا أحمد؟ اشرح لنا وعطنا المختصر المفيد، ركز معاي لأن مكتوب هنا في خطة، أبا أقول لكم إيش الخطة. في واحد من صناع المحتوى بيتزوج، وبإذن اللي ما تنام عينه أخواني الكرام إن زواجه نتكفل فيه أنا وأنت اللي قاعد طالعني، شلون يا أحمد؟ عن طريق واحد بيني وبينه تحدي، ونزلت التحدي الآن رسمي باليوتيوب، لأن الموضوع الآن على نهايته. اجتمعت مع أحد ملاك الشركات الكبيرة وبعطيكم إياه، أريد صورتها في السناب على أساس أني بصور إعلان، ولكن تحول الإعلان إلى تحدي. إذا خسرت التحدي هذا لمدة أسبوع كامل جميع قنواتي وحساباتي في السوشيال ميديا راح تمتلكها سلسلة المطاعم هذه، ولا يحق لي لمدة أسبوع أني أتعرضهم وأقول شيء، سواء على المحتوى المقدم، على الأسماء اللي راح تغير، على الهوية الكاملة لي من الألف إلى الياء، وهذا خطر بالنسبة لي دخلت نفسي فيه. ولكن في المقابل في حال فوزي أنا راح أختار شخص واحد من المقبلين على الزواج ونتكفل في زواجه كامل من الألف إلى الياء، من المهر إلى الدبلة إلى العشاء إلى القاعة، وبإذن الله أنها بتصير. طيب خلونا نفسخ البشت لأني احتريتها الآن، وبشرح لكم إيش بنسوي. ودي هذا هنا، سوي بسم الله الرحمن المعين. ركز معي عزيزي المشاهد، عندي خطة، الخطة تعتمد على لا حد يسأل هذه إيش بتشوفون الآن، اللي مكتوبين أصبروا. طيب ركز معي، عندي 24 ساعة لازم أنجز فيها اللي موجود قدامك، وبشرح لك الآن.
طيب احمد عندك 24 ساعه لايش والخطه حقت ايش؟ احنا مو فاهمين نطلع ترند شلون؟ مشهور خارجي مين تقصد؟ اقصد ابو سعيد. احمد ابو سعيد ايش دخل؟ ابو سعيد في الطائف مدري المدينه ايش ابو سعيد؟ اصبر علي. ثلاثه تيري ريري. وشو تيري ريري؟ ولما نقول الجاكيت البمب الكل يقولوا استر يا رب. لما نقول الجاكيت البمب الكل يقولوا استر يا رب. لو فعلا بتحبيني اسمعي مني. احمد ايش دخل التريريري وايش دخل ابو سعيد واطلع بشاشات الشوارع وانا اسوق لا انا اسوق. عزيزي المشاهد اقول لكم وش هدفنا للخطه هذه. عندي شهر مر منه نص المده تقريبا وباقي نص المده تقريبا. طلعت وجبه خاصه فيني في سلسله مطاعم شاورما اسمها باورشيه. انا اراهن عليها كنت. وملاك شاورما يوم اجتمعوا معي وثقتها بالسناب قالوا لا انت ما تفهم احنا نفهم، هذه تمشي هذه ما تمشي، خذ هذه لك. قلت لا انا ابغى هذه لي. صار نقاش طويل. تم فيه التحدي الاتي: اذا ما قدرت اتعداهم باعوا اكثر مني لمدة أسبوع قناتي ما عاد أمسكها هي وحساباتي في السوشيال ميديا حتى اسمي ما لي دخل فيه. فإذا شفتوا تغيرت الأمور وأحمد ما عاد هو أحمد عرفوا إنها هجت. ولكن إن بعنا أكثر في المدة هذه فأنا وأنت بإذن الله راح نقفل تكاليف واحد من الشباب من صناع المحتوى اللي عنده بالملايين، تكاليف زواجه بالكامل بإذن الله وبنغطيها مع بعض. فالخطة انطلقت من الآن. الأخبار الطيبة أعزائي المشاهدين هي الآتي: أبشركم أنه SXB بايع إلى الآن 23,000 وجبة، أما هم بايعين 17,000 شاورمر اللي هو احنا متقدمين تقريبا ب7,000. الفرق التقريبي جدا قليل، فاحتمالية انهم يسمون ريمونتادا ويقلبون الموازين جدا عالية. فعشان كذا الان راح تشوفون الشخصية الثانية، الشخصية الخبيثة، الشخصية اللي والله العظيم لو اسب المنتج حقهم اهم شيء انا لا. بدون سب يا جماعة وبدون اي شيء، بتشوفون الشخصية الثانية اللي بحط راسي براسه وبصغر عقلي وبأصير مستقعد على كل حاجة. ابعرق، واذا قلت بعرق معناته بدفع من جيبي. بسم الله نبتدي، بنطلع بترند ونختم بأنا أسوق. عندي مشهور خارجي أبو سعيد، رح ناخذ اتصال ونجريه معاكم في الأمور كلها وبتشوفونها الآن وراح نبدأ مع بعض. بس ترى ما حسبنا حساب حاجة، لو بجيب أبو سعيد في 24 ساعة ما بقدر إلا أنه مسافر، فأنا لازم أقفل هذه. أهم شيء أقفلها، ومو بشرط 24 ساعة كلها تصير، لأن أنا بطلع بشاشات هذه بارت صريح وباري أشوف كم ميزانيتها. بعد مناقشات يا جماعة راح نقفل هذه ب24 ساعة، ولكن التنفيذ ممكن يأخذ منا يوم زيادة يومين ما أدري بالضبط. بنبدأ بالأولى دامها عندي. أعرف لكم واحد، تعالوا معي. خلنا نمشي يا مصور العزيز برق، إلى متى إضاءة الحقنا؟ شغل اللي عندك هنا ومشي الليلة. أعرف لكم واحد، والله يا جماعة النداية إيش يسوي هذا الواحد؟ أبعطيك طريقة إذا كنت شركة أو فرد، وخذها وسجلها عندك ولوجه الله. أبا خليك تطلع بتويتر الترند الأول لو متابعينك واحد. تعال معي. شلون يا أحمد؟ تعال معي أنا أوريك. جابك الله يا مرحبا. لا في مطر. في مطر. تعال أنا والله يا أبو السعد أحتاجك. تعال بعلمك الآن، عندنا خطة أنت أملنا أنت اليوم الورقة الرابعة فيها. وين نجلس؟ تفضل. تفضل تعال اجلس. ما ادري يا اخي ما ادري. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يحييك. تفضل احمد. السلام عليكم. الله يبيك يا محلى. ارحب يا ذيبان. تبقى. انا والله ما جيتك الا وانا طالبك. امني والله. تكفى يا محلى في عقالي. يا ولد شو مسوي هنا؟ الليفل هذا وصلت له. اذا واحد رمالك عقاله لازم تنفذ الطلب حقه. تم. واذا رمالك الشماغ حقه يصير عندك دبل. ما معي فلوس يا احمد الان دبل. الان طلبي دبل. فوق الطاقيه. تربل ديون ولا ايش؟ الان تكفى يا ابو السعد اني طالبك. التحدي بكل بساطه. هذه ايش؟ هذه بورشيه. مكتوب بريوشة بس هي بورشيه. ايوه هذه اللي انا قاعد اراهن عليها وابغى اسوي ترند. ابغى اطلع ترند وابغاهم يعرفون كيف بطلع ترند. أوكي. عن طريقك انت صورتي المسطره عشان تدخل وهي مرتاحه. تفضل. يا سلام، بس لازم اجرب عشان مصداقيه. انا ما بسم الله ما شاء الله والله انا تستاهل. جربت انا بنت والله حلو. بنت لذينه اراهن عليها. انا بنفسي اراهن على هذا. والله يا جماعه مو تطوير والله فعلا مو تطوير ولا هو اعلان. انا ماني قاعد اقول لك الان روح اشتر. انا قاعد الان اسوي محتوى يا شباب. حلوه صح؟ ممتاز. راضي عني؟ كمل كل براحتك. لازم عشان طبعا في الاثناء هذه ابو سعد كان يتواصل مع الشخص المسؤول انه يدخلك ترند الاول. وامانه انا ما ادري ليه مسميه حرامي جديد، ولكن ما يهم، اهم شيء ندخل ترند الاول. رد. وش التاج؟ رد. رد. حلو. طيب وش التاج؟ عليكم السلام. شنق بورشيه. حلو. شنق اندرسكور بورشية. بورشية بتاع مربوطة.
يا سلام شونغ اندرسكور بس هذه فيها رمزيات ها اي بس اسمع هاشتاج صح طيب عشان يكون يكون عشان يكون مصداقيه يا جماعه اللي بيطلب طلبيه وبيحطها بالهاشتاج ويصور الشاشه والله بعد المقطع ب 24 ساعه ابى اسحب على واحد فاز وبرسلها بالخاص وبرسلها في البث المباشر ممتاز واذا ما تبي ايفون لقيمته هذا ميزه انه بيرفعها الان قول كم طول. كم مده الرفع كم يبغى له ويصير ترند وكم بيجلس ترند رد 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 خمس دقائق خمس دقائق وتطلع ترند يا احمد تحلق تحلق مكانك روح ستوب روح ستوب تروح ستوب وش تسوي عشان اشوف الترند الله يقويك ادفع له كم يقول لك بس حول لي حبيبي كم من الساعه ساعه ثلاث حلو ثلاث ساعات رسعت كم كم ازهل ما عليه طيب انا اتوقع ما تحتاج مني شيء صحيح اقدر اتعشى بس متى يتفضل خذ راحتك العافيه عليك طيب نطلع ترند نخليها كذا معناته في اللحظات هذه بتصير ان شاء الله باقي ابو سعيد ابغى اكلمه ليه انا اخترت ابو سعيد بالذات اولا جمهوره يعتبر مختلف عن الجمهور اللي انا استهدفه فاحتاج شخص جمهوره مختلف اثنين الرجال هذا يستاهل كل خير واقولها قدامه ومن وراه ما عندي مشكله اروح اقول السلام عليكم ابو سعيد انت انسان تستاهل كل خير وانا يا احمد ابغى ادفع مقابل اعلان عندك عادي ابسط حقوقه ما في شيء مجانا بس بما اني بدفع لابو سعيد يا جماعه ونتكلم بالمنطق انا بدفع فلوس انا الان بدفع الان عندي ابو سعيد والتريريري بسم الله نبدا في مين تريريري يا جماعه خذيت رقمه من تاستك اللي راح لمصر وصور معاه لقطه ومقطع انا عندي عروض فانتاستك ومعايا صديقي تاستك وانا اخترت تريريري بالذات لان شاورمر اللي هو كتبناه وراء عندهم فرع وين يا احمد في مصر نعم فيقدرون حتى الشعب المصري يساعدني في الفوز وكذا انا بصير العب على المحلي وعلى الدولي يعني على الطرفين بتكون ممتازه وان شاء الله انا ما يصلخني باذن الله حبيب القلب فبنكلم الان ونشوف مع بعض يقول يقول ترند الاول ترند الاول اقسم بالله بسم الله اقربوا معانا شباب نروح للسيرش كيف اطلع ترند يا عيال هذا مو حسابي ترى هذا مو حسابي ها كيف اطلع كيف اطلع الترند هل يعرف اكسبلور النصر شنق بورشيه اي والله ترندك سعودي يا عيال ترندنج الاول الاول يا جماعه الاول والله كيف يقطع بنيسه يا عيال مسرع تعال 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 تعالوا شوفوا تعالوا شوفوا تعالوا شوفوا ركزوا معي يا جماعه هذا هو الترند دخلت قدامكم شوفوا شنق بورشيه تروح عليه ب 500 ريال تدخل تلقى الناس هذول كلهم عبد العزيز هذا عبد العزيز شال الليله يا ساتر هذا حسابه وهمي ولا كذبي ولا ايش شنق بورشيه شوفوا ها عزيزي المشاهد الان نقدر نقول ان خطه نطلع ترند نجحت وبسم الله المعين خلصناها الان يا جماعه راح ندق على الرجال حق التريريري خلنا نشوف بسم الله دقنا عليه يا جماعه طيب عفوا لا يمكنك اجراء هذه المكالمه نظرا لوصولك للحد الائتماني حلو الحد الائتماني وجاي اسوي اعلان حد معي رصيد الو السلام عليكم عليكم السلام الحمد لله على السلامه الله يسلمك حبيبنا كيف حالك الحمد لله انت يا اخبارك وين كلمت احد الاشخاص اللي ماسكين الحساب وشرحت الفكره كامله والرجال ما قصر ابيك تصور لها مقطع نفس المقطع حق تيريريري تعرف تيريريري ايوه انا اللي بعلم صاحب الفكره ابغى فارس اللي هو انت حق التريريري وابغى محمود يقدم الوجبه اثنين بس تناقش شوف كم يحتاجون وكم المبلغ ونتمم ان شاء الله ايش رايك يا حبيبي التعاون يتم بغض النظر عن اي يا حبيبي راجل محترم يعني. شكرا 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 والله الله يعطيكم العافيه والله العظيم وانا اقولها وانا اقولها دائما حتى في البثوث تبعتي الشعب المصري من اقرب الشعوب الى قلبي خفيفين دم حبيبين فانا احبكم واعلم يقين اني فرحان اني كلمتك وسمعت صوتك الله يخليك شكرا دعوتك بس في الارض المباركه دي يا حبيبي وان شاء الله تجينا ان شاء الله ونقابلك ونسوي تريريري سوا ان شاء الله طيب خلاص بنتظر ردك تمام بنتظر ردك تمام يلا يا فارس اجل اشوفك ان شاء الله الليله ارسل لي اذا فضيت اي وقت تمام ماشي يلا سلام عليكم طيب تريريري بسم الله اليوم بيرد لي فبيصير تريريري وين تريريري نحط عليه هذه العلامة يعني انهولد أبو سعيد أرسلت لي عيال انتظر ردة فباقي ما بس شكلي بتصل عليه وباقي أطلع بشتى الرياض شوارع الرياض وهذه إذا بسويها أبخلي معاي أبو سعيد وناخذ شت ونعبي الشوارع فيها دفع بس عندي معارف بيساعدوني بسم الله خلونا نروح أبو سعيد عندي رقمه ومتابعني في تويتر ومتابعه بس شكله مشغول مو قاعد يرد الحين
شكل 24 ساعه يا جماعه. التايمر رامي التايمر هذا والله بنوفره. عدة مرة أخرى اليوم الثاني وما زلت أحاول يا جماعة أتواصل مع أبو سعيد، وهذه المرة الأخيرة. إذا ما رد علي أبى أدور واحد بديل، لازم أدور واحد بديل. إذا ما رد علينا بنشوف خطة بقى على طول. مرحبا. السلام عليكم. سلام ورحمة الله. شاك الله بالخير. النور السرور يا مرحبا. شلونك أبو سعيد؟ طيب إن شاء الله؟ والله أبشر، كيف حالك أحمد؟ والله بخير. يا ولد دق عليك من أمس ما ترد علينا. تعرف مشغول وشغال الدنيا وزي خلى على الله. بالله عليك. طيب انت ودنا نصور معاك فكره بس ما ادري كيف انت متاح فاضي ولا ما انت فاضي. فكره؟ ايه. تصوير مع من؟ تصوير معي انا. معلش بس يعني من انت يعني عشان اجي اصور معك؟ تدري انت متكلم؟ ابو سعيد هذا مو بلقاء تلفزيوني طقطق يعني ولا تزبد. يا حبيبي انا ابو سعيد. اعرف 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 قدرك. يا ابن الحلال بلقاء في فلوس في اعلان. في فلوس كلم مدير الاعمال هذا اذا رد عليك مدير الاعمال يعني. يا ولد الله يرحم والديك خلنا نتفاهم. الله يرحم والدينا ووالديك. طيب مشغول اسمع إيه اسمع اصبر استهدي بالله يا ابن حلال مشغول. طيب وين طلبناك؟ طلبناك يلا اسعد المره. حيو مرحبا لولو يا مرحبا. الحمد لله على من الطايف والله انه تو واصل المطار اليوم. ارحب تراحي بس سلمك الله. ايش الجمال هذا يا حبيبي؟ الله هو عشان الفلوس ولا عشان المحتوى ولا عشان ولا عشان احمد؟ الله يطول بعمرك. استغفر الله استغفر. ابو سعيد يا جماعه الخير امانه وكلمه حق من اول ما كلمته بعد ما خلصت تصوير امس استقبل موضوع بصدر رحب، قال ابشر بس سعد والله يا جماعه انه جاينا من الطائف. يا مرحبا المليون. سلمك الله. عارف الفكره؟ طيب انا شرحت لك بعض الاشياء إيه؟ وبنشرح لك الان. ممتاز. تفضل معنا الى غرفه العمليات. تفضل ابو سعيد يا جماعه من الناس والله العظيم اقولها واعيد اقولها مره ثانيه اني اتشرف بظهورك عندي. الله يشرف. لازم تعرف الشيء هذا. انت قدوه جيده للناس اليوم يا ابو سعيد. تعاون جميل وباذن الله يستمتعون. نسمي بالله الان اسم غرفه العمليات. انت دورك في رقم 2. خلصنا واحد نطلع ترند. ممتاز. فهمتك انه انا عندي الان تنافسيه مع وجبه ثانيه انا لازم افوز. حلو. الوجبه موجوده كل شيء جاهز. يا سلام. جوالك معاك سنابك معاك موجود. ممتاز. ابشر لك ايش بيصير الان. عندنا حاجتين، مشهور خارجي يتعاون معاي في موضوع الاعلان، والحاجه الثانيه نطلع في شاشات الشوارع. حلو. فراح يكون عندنا هدفين الحين نسويها. طبعا ال24 ساعه انتهت. هذا يوم جديد. الهدف الاول تصوير السنابه وابيها تنزل مع توقيت نزول المقطع. ليش؟ قولي ليش. ليش؟ لان في خمسة ايش مكتوب؟ انا بسوق. فراح يكون في بوش من جهتك وبوش من جهتي، فراح تتلاقى القوه. يا سلام. وبيكون في ضرب على الوجبه هذه في اليوم الفلاني وتكون انفجاره. يا سلام. برضو بتكون مدعوم خارجيا من قبل تيري ريري. يا سلام. واضح الخطه؟ واضح. احنا واصلين 23000 هم 17. يا سلام. نبي يكون الان الدبل لازم. وبيكون الاعلان حق ابو سعيد اللي بيصورها الان بحسابه في السناب وبيكون رابطه برضو تحت. فوقت النزول بتكون الدنيا منفجره باذن الله. جاهز؟ بسم الله. طلع السلاح. والله يوم اتكلم كذا ووراي العلم ان كني محامي في مكتب. طبعا يا اخوان في يعني حاجات كذا تحدد بها هل فطره الانسان هذا سليمه ام لا. من الحاجات حب الشاورما. هل الانسان هذا يحب الشاورما ولا لا؟ اذا انه يحب الشاورما فطرته سليمه، اذا ما يحب بعد هذا الله المستعان مرفوع عنها القلم. ولكن للاسف يعني بعض المطاعم قامت تخرب الشاورما وتحط عليها حاجات ومدري ايش. تبغى شاورما حضاره الماضي مع قابلية المستقبل مدى حاجة زي كذا يعني كلام دبة خلك معي. ممتازة وقسما بالله ممتازة ممتازة. أنا صدمت أنا صدمت من نفسي. حبيت جزئية الحضارات وتخريب الشاورما ندق فيها الماشين صح. الآن الوجبة تفتحها هذه وجبة للي بل بل احفظها لا تحذف. طيب يا أخوان هذه الشاورما بحضارة الماضي ويعني أصول الشاورما. يا سلام. بدون فلسفة نوريهم مع بعض الآن. يلا. في الأثناء هذه أبو سعيد شال الليلة وكلمة حق وأمانة الرجال ما قصر. بتشوفون السنابات اللي صورناها بحسابه تحت بالوصف وبيطلب منكم طلب. تكفون قولوا له شنق يشكرك لأنه ما قصر. وكلوا وادعوا لي. صلوا على النبي. السلام عليكم. عليكم السلام. الله يجعله بالعافية. الآن نقدر نقول أخواني الكرام أبو سعيد تم وبتجيكم النشرة على النتائج بعدين. آخر شيء خلصها من فقرة السناب وهو السناب رابطها بالوصف وبتلقونها مع وقت تنزيل المقطع عند أبو سعيد. كلكم قولوا له جايين من اليوتيوب. خلصناها نركز الآن على إيش؟ على رقم 4. أطلع بشاشات الشوارع وهذه إيش يبغالها يا أبو سعيد؟ صورة نأخذها تحت وندفها والباقي علي. بسم الله. بسم الله. توكلنا على الله. بسم الله.
طيب مع ابتسامة ولا بدون؟ بعدين أول شيء بدون ابتسامة، أول شيء كذا سيدي. جدي وجه جدي. الآن ابتسامة، واحد، اثنين، ثلاثة. ناخذ الكرتون نسوي كذا. جبها. شوفها شوفها. والله إني ذكي قسماً بالله. زعلانين أول شيء، أول شيء زعلانين. معصب وسعيد معصب. الحين تضحك، واحد، اثنين، ثلاثة، اضحك. مصدوم. فرحان. كمل. أحسبك تمثل. فرحان. فرحان هو نفسه مبتسم. معصب. اصبر اصبر. مستغرب. باخذها منك كني. انت ما تبي تعطيني اياها، ما تبي تعطيني اياها. اعطيتني اياها فجأة. وزعلان انك اعطيتني اياها. اوه انا بغيت اطلع. ممتاز. الصورة اللي بتشوفونها بعد شوي، النتيجة النهائية مو الآن، بتشوفونها وين؟ بالشارع. فاحنا الآن هنا دورنا. ابو سعيد تقبل الله منا ومنك صالح. بارك عمان. الله فيك وتشرفنا بالعمل الممتاز هذا. وانا متوقع بإذن الله تعالى انه راح يكون إعلان وتعاون مفجر بإذن داخليا الله. وعالميا. طبعا بعد ما خلصنا جلسة التصوير رفعنا الصور الآن للجهة المختصة اللي من خلالها توافق وتعتمد الصور وتحطها بالشوارع، وإلى أن تطلع النتيجة النهائية ونشوفها مع بعض خلونا نكمل الآن. تريريري سلام عليكم. طيب يا أخوان مقطع حملناه التنزيل تسجيل العمليات. تسمع ضبط الصوت. بسم الله، واحد، اثنين، ثلاثة. تسمع انا احمد شونج. مين احمد شونج يا حاج؟ مين احمد شونج يا ابني؟ ده مكسر الدنيا على اليوتيوب، ده من اكبر صناع المحتوى في الوطن العربي. يا سلام. وين ايدك دي؟ دي وجبة جديدة اعملها في المطعم بتاعه. المطعم ده اسمه ايه؟ اسمه شاورما. والوجبة دي اسمها ايه؟ اسمها باور شيا. باور شيا يعني باور كلها شيا. باور. باور مش شيا. محتاجين ان انا نتشهر ومعروفين بالنوم. ايوه ايوه. والله تحية تريريري. تريريري أبطال الليلة. وفي اللحظة اللي نزل فيها مقطعنا بيكون هم أوريدي نزلوا المقطع بحسابهم والخطة ماشية مية مية. نطلع ترند وخلصناها، ومشهور خارجي اللي هو أبو سعيد خلصناه، وتريريري الحمد لله برضو خلصناها وأمورنا ممتازة. أطلع بشاشات الشوارع، والأخيرة هني أنا أسوق. وللأسف اني اطلع بشات الشوارع قدرنا نسويها، ولكن تعبنا يا جماعه مر. فاضطريت اني اسجل الان مقطع خاص واقول فيه الاتي. ابشركم خذينا التصريح اني احط وجهنا وصورنا في الشوارع حقت الرياض، ولكن الموضوع كان يحتاج لوقت جدا. فللاسف وقت نزول المقطع ما راح تلحقونكم تشوفونها في المقطع نفسه، ولكن وين بتشوفونها؟ عندكم ثنتين. الاولى بسنابي وهذا هو ظاهر امامك هنا، اما انك تسوي سكرين شوت او تحصل الرابط محطوط تحت بالوصف. راح اروح بالسناب واوثق لكم اللوحه، وممكن وانت في الشوارع تحصلها قدامك، واذا حصلتها منشنها لي وصورها لي سواء بتويتر او برضو في السناب. هذه الطريقه الاولى. والطريقه الثانيه بكل بساطه راح ابدا بث مباشر في كيك، وبيجيكم اشعاره غالبا اما اليوم في نفس وقت نزول المقطع او بكره، وراح نطلع في شوارع الرياض نشوف رده فعلنا الاولى على اللوح اللي موجوده في الشوارع مع بعض. فبراحتك، اما بالسناب اما في البث المباشر، او تمشي في الشارع وتحصلها. فباذن الله راح نحط صح ان احنا خلصنا هذه، لانها مع نزول المقطع بتكون جاهزه. واخيرا يا جماعه وليس اخرا، هو اني انا اسوق. طيب ختاما يا جماعه، انا اسوق بكل بساطه، كل حساباتي في السوشيال ميديا بتبدا تشتغل، ولكن اعلم يقيني برضو بحتاجك انت تساعدني. اتوقع من وقت تنزيل المقطع ما بيتبقى عندنا الا اسبوع الى اسبوع ونص وتنتهي الحمله كامله والتحدي كامل. فانا ضبطت وضعي ومن الان جاهز، ومن الان ببدا بكل بساطه. عزيزي المشاهده بحط لكم رابط بالوصف، رابط الوجبه او الساندويتش هذا. سبق واني تكلمت عنها يا جماعه الخير، والان وللمره الاخيره يا حقين اليوتيوب، اللي يبي يطلب القنبله اللي موجوده بيدي، هذه القنبله راح تحصل رابطها موجود تحت. هذه بورشية. واللي حاب اقول لك، لو بتلف في وجبات شاورما كامله، وجبات الشاورما كامله، هذه اعظم ما وضعت في المنيو. ابى احط لكم رابطها يا جماعه الخير تحت بالوصف. ملغمة شاورما، فل شاورما اصول خرافية من ناحية الصوص اللي داخلها وكمية الدجاج انها مليانة، تجي عبارة عن الخبز اللي عليها خفيف وفيه قرمشة، وبنفس الوقت كمية الدجاج اللي فيها مرة راهية. وبالله عليك تقول ما شاء الله تبارك الله اذا انت جوعان. راح ابلغكم بتويتر وبالسناب عن النشرة وكم وصلنا يا جماعة الخير، عشان تعرفون احنا متقدمين او لا. انا متأمل ان بعد هذا المقطع الموازين راح تنقلب وراح نفرق عنهم، وبكون معكم صادق. انا لو اقول اسم صانع المحتوى الان انا اخاف نخسر وما نفوز ونبتلش معاه، والرجال الى الان ما هو جاهز. عشان كذا باذن الله كلها كم يوم
اليوم وتنتهي النشرة وحنا متقدمين وتصير الفرحة عندنا فرحتين، الفوز والزواج بإذن الله. وإن ما فزنا الحمد لله على كل حال، عز الله حنا لقمنا، ووقتها بتشوفون حساباتي قاعد تتكلم بأشياء أنا ما يدخل فيها. رابط الوجه بتحصلونه تحت تطبيق شاورمر أو بأي منصة توصيل اسمها بورشية، وعليكم بألف عافية. وأي واحد طلب الوجبة نزلها بتويتر بالهاشتاج اللي ظاهر قدامكم هنا وخليناه ترد الأول، وبتحصلون سلابات أبو سعيد برضو بالوصف، والمقطع حق تريريري برضو بالوصف. شكرا لكم ويا رب استمتعتوا، وفي أمان الكريم. إلى أن تسبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك، ودعناكم الله، وخلونا نكمل وجبتنا. السلام عليكم.